50 ثانية و60 جزء من الثانية. المركز الثالث كانت الراعبية بشعر خليفة بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حسن القعود، والتوقيت الزمني 12 دقيقة و1 و50 ثانية و43 جزء من الثانية. المركز الرابع كانت هدف بشعار عبد العزيز بن معلى بن عليان السهلي. فأما خامس المراكز كانت شنذارة لخضر بن عبد الله بن عتيق الضيوفي العطوي. نعود بالتهنية وبالنوماس لمالك هذا الشعار الذي قدم لنا الأداء الرائع من قبل طوع وحصلت على المركز الأول. تهانينا يا حمد يا بن علي يا بن شطيط يا الوهيبي. متابعين الكرام، أشواطنا متواصلة، شوطا يليه الشوط الآخر، الشوط القادم بصوت الزميل المبدع دائما وأبدا رايد بن محمد الضيوفي، فله الكلمة ولكم حسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمحبة في هذه الانطلاقات، في هذه التحديات، وخصيصا في أول انطلاقات سن الكبار ومسافات الطويلة، مسافات الكبار. ننطلق وإياكم من مسافة 8 كيلومترات الحاضرة المتواجدة في هذا اليوم، يومنا السابع في هذا المهرجان، وهو اليوم الأول لسن الثنايا وتحديات الثنايا وانطلاقاتها ضمن تحديات وفعاليات مهرجان خادم الحرمين الشريفين لسباقات الهجن في عام الإبل 2024. يأتي هذا الدعم الكبير، هذا الدعم السخي لهذه الأصايل، لهذه الانطلاقات. وعلى أرض درة الميادين، ميدان الجنادرية، الميدان التاريخي، الميدان الكبير، متابعينا الأعزاء، شوطنا السادس العام للثنايا القعدان ينطلق على بركة الله. لنتابع وإياكم، لنتابع ونراقب تحديات وانطلاقات هذا الشوط. مقدمة الأسماء، نتعرف على من يقود المجموعة مع المركز الأول، هذا المتقدم المتصدر للجموع يتقدم في هذه اللحظات. مسير علينا من دولة قطر الشقيقة، قادم هنا للمشاركة للاحتفال بهذا المهرجان، هذا الكرنفال الكبير. مسير هو المتقدم، حمد بن محمد بن سالم الخزينة المري متقدم مع المركز الأول. الأشقاء في دولة قطر الشقيقة، نرحب بالجميع في ميدان الجميع في عاصمة الجميع، هنا في عاصمة المملكة العربية السعودية، هنا بالرياض، هنا التحديات وهنا الانطلاقات. نتابع الوصافة. المركز الثاني أيضا الأشقاء والأحباء في دولة قطر يتقدمون. مصيحان القادم مع القمرة، محمد بن صالح بن حمد القمرة، النابت يبحث عن المركز الثابت، يبحث عن المركز الأول، عن النوماس. هنا في درة الميادين يتقدم بالوصافة، يلازم انطلاقة مسير. الدور متابعين الأعزاء عبر الشاشات الناقلة، وهنا عبر الواقع هنا من الجنادرية. المركز الثالث، أتابع القدوم، أتابع الحضور، وصل شعار وانطلاقته مع المركز الثالث، وصل النحاوي محمد بن سلطان بن سعيد المالكي. الأشقاء من سلطنة عمان يتقدمون، ولكن مرحبا بعاشق سلالة مبلش ورياض،
بن ثامر بن سليمان السعدون هنا القادم يبحث عن الانتصار. يطالبونك ابناء العاصمة، يطالبونك بالنوماس، يطالبونك بالمركز الأول. يا راعي مبلش، أهالي الثامرية ينتظرون الأخبار السعيدة في هذا الصباح السعيد. يتقدم مع المركز الثالث، رابعا محمد بن سلطان بن سعيد المالكي مع النحاوي، مع المركز الرابع، خامسا وصل مدهال حفيظ بن سعيد بن ناجي الغفراني المري. يقدم لنا مدهال يبحث عن الانتصار وعن النوماس الغالي هنا مع هذا التحدي مع المركز الخامس. المركز السادس، أتابع القدوم، وصل مكلف مبارك بن عوض بن مبارك بن جريو الفلاحي الأشقاء في دولة الإمارات مع المركز السادس. نرحب بالجميع. المركز الثامن، أرى القدوم من زناد سالم بن عياده بن مرزوق الشمري، أبناء المملكة القادمين، أبناء حايل يتقدمون، يقدمون زناد. متابعين الأعزاء مع المركز السابع، ثامنا وصل متعب بإنجازاته بسجلاته بنجومه الحمراء الساطعة على أرض ميدان الجنادرية. متعب ونواف بن مهراس بن جابر آل جدي الهاجري أبناء المملكة مع المركز الثامن. المركز التاسع، وصل في هذه اللحظات عاطف بن عطية بن حسن القرشي، من يقدم لنا هذا الشعار الذي يحمل الأسماء العديدة. يقدم لنا المفتي من الثامن إلى السابع، يتقدم بعاجل متابعة راشد بن سعيد بن خبزان، من يراقب لنا دائما هذا الشعار الخضر دائما مع المركز السابع. المركز التاسع متابعينا الأعزاء، وصل في هذه اللحظات القادم غير للمركز الثامن، مانع بن علي بن محمد بن حمد بن حماد الشامسي مع ضاري علي بن سعيد الزرعي، يتابع يراقب لنا ضاري مع المستوى التاسع غير للمركز الثامن. ركز يا راعي ضاري. المركز العاشر، أتابع القادم الآن المتحد هادي بن سالم بن راشد الأفجح المرية مع المركز العاشر. حصل تغيير، حصل انطلاق، فرج بن طالب بن فرج العوير المري يقدم لنا مبدع. هكذا يا من تتابع العشر المراكز، العشر الأبطال، العشر المتميزين في درة الميادين. عودة جديدة متابعينا إلى مقدمة الشوط، إلى الصراع الأول، إلى الانطلاق الأول. نتابع من الجديد، نتابع من الذي حدث. حدث شيء جديد وغير وقلب الطاولة في هذه اللحظات. انطلق شعار مصيحان القمرة القمرة، هنالك أبناء شحنية ينتظرون، ينتظرون الأبطال مع المركز الأول والثاني مع انطلاقة وحضور مسير وشعار القمرة النابت مع مصيحان ثنائي انفرد نحو المركز الأول نحو مقدمة الشوط. الله على الأداء الجميل، الله على الحضور المميز. المقدمة مع مصيحان محمد بن صالح بن حمد القمر النابت، قطعنا 2 كيلومترات، انتهينا من 6 كيلو، تبقى 2 كيلو يا من تتابع. 2000 متر فقط عن خط النوماس، عن منصة الملوك، عن الفائزين، عن الأبطال.
الهلال. القمر بدأ يقدم لنا شعاره، بدأ يقدم لنا حضوره مع مصيحان يتقدم في عمق الميدان. الله يا القمر يا القمر بإنجازاته يتقدم مع مصيحان. ثانيا وصل مسير، الخزينة قادم يقدم لنا مسير. مرحبا بك ومرحبا بجميع القادمين. حمد بن محمد بن سالم الخزينة المري مع المركز الثاني. ثالثا هذا القادم وصل شعار مبارك بن عوض بن مبارك بن جريو الفلاحي مع مكلف ووصل مبدع. وأيضا القادم الآن شعار وحضور، الحضور من المفتي عاطف بن عطية بن حسن القرشي قادم، وأيضا حفظ بن سعيد بن ناجي الغفراني مع مدهال، ومانع الشامسي مع ضاري. ولكن يا أخوان نعود إلى القمة إلى الصدارة، الكيلومتر الأخير، جولة الأوامر راحت السبعة، تبقى هذا الكيلو الوحيد، هذا الكيلو الفريد. انفرد مصيحان الله على الأداء الفنان، انطلق وغادر ابناء الشحنية ابناء العنابية يتقدمون الان بالاداء الفنان. يا القمرة يا القمرة يقدم لنا مصيحان بالاداء الفنان محمد بن صالح بن حمد. القمرة مع الصدارة، أرى القادم ضاري مانع بن علي بن حماد الشامسي، لا محالة يا علي بن سعيد يا الزرعي. أيضا محمد بن سلطان المالكي قادم يقدم النحاوي، الأمتار الأخيرة، النوماس النوماس إلى دولة قطر إلى دولة الإمارات. الله يا مانع 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 بن علي بن حماد الشامسي بن حماد المعتاد على الانتصارات، مشكور يا مانع. إذن علي بن سعيد الزرعي علوه 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 مع الأداء الأول، مشكور يا مانع يا بن علي يا بن حماد يا الشامسي إلى أبوظبي الانتصار إلى دولة الإمارات. نوماس المركز الثاني، مبارك بن عوض ومبارك بن جريو الفلاحي مع مكلف. ثالثا محمد بن سلطان بن سعيد المالكي مع النحاوي. رابعا نايف الكرمي بن مشحن العنزي مع جبار. المركز الخامس شعار في هذه اللحظات محمد بن صالح بن حمد القمرة النابت مع مصيحان. إذا تهانينا لهذا البطل على هذا الانتصار، شعار الواعية من حضرت بكأس في يوم الأمس كأس الإجذاع، يأتي الآن بسن الثنايا ليتميز في هذا الحضور المميز. ضاري ومتعود على الانتصار هذا البطل المتوج بهذا النماس، مشكور يا مانع يا بن علي يا بن حماد يا الشامسي. والتهنئة للمتابع دائما علي بن سعيد الزرعي، قدم لنا ضاري لحظات وصول ضاري إلى خط الفوز في شوطنا السادس للثنايا القعدان. 12 دقيقة 48 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. مشكور يا بن حماد على هذا الأداء المميز. المركز الثاني مبارك بن عوض بن مبارك بن جري الفلاحي مع مكلف. 12 دقيقة 49 4 أجزاء من الثانية. المركز الثالث محمد بن سلطان بن سعيد المالكي مع النحاوي. 12 دقيقة 49 ثانية 80 جزءا من الثانية. المركز الرابع نايف الكرمي بن مشحن العنزي مع جبار. 12 دقيقة 51 ثانية 28 جزءا من الثانية. خامسا محمد بن صالح بن حمد القمرة النابت مع مصيحان. 12 52